السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله مع دكتور سمارت هنكلمكم على بكتيريا الليستيريا مونوسايتوجينز بطريقة السيمبوليك مايند مابينج. أول حاجة قصة ببساطة بتتكون من تيري اللي هربان من مامته. فأول حاجة عايزين نفتكر اسم البكتيريا. فمامة تيري بتندهله بتقوله listen Terry where is your jacket. كلمة listen نفتكر منها كلمة list وتيري نفتكر منها تيريا. سو أدي أول حاجة الليستيريا. طيب تعالوا بقى نتكلم شويه على المورفولوجي. نيجي نبص على تاري. مامته بتقول له وير از يور جاكيت وتاري مش لابس الجاكيت بتاعه. طب يعني ايه جاكيت؟ جاكيت هنا بيدل على السبور، وبما ان تاري مش لابس الجاكيت بتاعه سو تاري از ا نون سبور فورمينج، يعني الليستيريا از ا نون سبور فورمينج بكتيريا. بالاضافه لكده لما نيجي نبص تاري لابس تي شيرت لونه موف. موف ده نفس لون الجرام بوزيتيف بكتيريا. تمام. طيب لو ده نفس لون جرام بوزيتيف يبقى الليستيريا جرام بوزيتيف بكتيريا. بعد كده تيري طفشان من البيت وهربان وبيجري وركب صاروخ، يبقى واضح ان هو بيحب الحركه كتير وبيحب يخرج. يبقى معنى كده ان تيري از هايلي موتايل. بالظبط، يبقى الليستيريا از ا هايلي موتايل بكتيريا. نيجي بعد كده كده خلاص احنا الحمد لله خلصنا المورفولوجي. في حاجه بس بسيطه عايزين نفتكر الكلمه الثانيه مونوسايتوجينز. ايه ده تيري لابس جينز. جينز نفتكر منها كلمة سايتوجينز، فبالتالي اسم البكتيريا بتاعتنا تاني ليستيريا مونوسايتوجينز. نتكلم بقى دلوقتي على الكالتشر. طيب دلوقتي تاري راكب الصاروخ وزي ما احنا شايفين ايه ده؟ ده مكتوب كلمة بيتا، يبقى ليستيريا مونوسايتوجينز از اي بيتا هيموليتيك بكتيريا، يعني بتعمل بيتا هيموليسيس على البلاد ايجار. نفس الوقت ايه ده؟ ده تاري لابس كوفية. يبقى اكيد بيحب الكول تمبرتشر، عشان كده خارج في جو برد ولابس كوفية، ودي حقيقة. الليستيريا مونوسايتوجينز grows in the cold temperature. طب بالظبط عند كام degrees؟ عند 4 Celsius degrees. طيب نفتكر رقم 4 منين؟ لو بصينا على الكوفية هنلاقي الشرطة التانية التالتة 4 شرط على الكوفية. وكده نبقى خلصنا كمان الكولتشر. ندخل بقى على الباثوجينيسيس. زي ما احنا شايفين الباثوجينيسيس بتاعت الليستيريا، والله احنا جينا نبص كده ده بلانت ايرث، ماشي، دي بقره بتاكل جراس، سور الجبنه، في شويه ستولز نزل البقره على رجل مام التاري. طيب نفهم ايه من الكلام دوت؟ اول حاجه في الباثوجينيسيس المود اوف ترانسميشن، اول حاجه نفتكر فيها كوكب الارض ايرث سويل اند ووتر. So both soil and water are transmitters of the listeria monocytogenes. طيب البقرة وبتاكل حشيش و very friendly وجنب مام التاري looks like a farm animal. ودي one of the sources of transmission as well. فبالتالي نفتكر الفارم animals والبقرة ممكن نحلبها، يبقى كمان معنا الميلك. وفي نفس الوقت الفيسز اللي على رجلين مام التاري، والجراس نفتكر منه الفيجيتابلز. بعد كده ايه ده؟ دي جبنة. جبنة يبقى تشيز سبيشالي السويس تشيز. طب وفي نفس الوقت البقرة دي مش ممكن نعمل منها اندر كوكت ميت؟ اكزاكتلي. سو ذا تشيز والاندر كوكت ميت الاثنين ار اولسو سورسز اوف ترانسميشن. طيب زيادة على كده اخر حتة في المود اوف ترانسميشن ايه؟ نيجي نبص كده ايه ده؟ ده سفينة فضاء سبيس شيب ديت. هي ده في ماذر شيب وفي بيبي شيب. والماذر شيب بصوا 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 بتضرب البيبي شيب ازاي، بتقتلها. فهي نفس الفكره ان في vertical transmission of the listeria ما بين الماذر وما بين الفيتس. وبكده نبقى خلصنا المودز اوف ترانسميشن. نتكلم على بقى الفيرولنس فاكتورز. نبص تاني على تاري كده ايه ده؟ ده تاري في 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 حاجه فيها بابلز كده، دي حرف او دوت شبه دوائر او، يبقى نفتكر اسم التوكسين ليستيرولايسين او. سو ذا ليستيرولايسين او، طب ده بيعمل ايه؟ ايه ده؟ دي الماكروفيجز بتاعتنا هي بتحاول تاكل ليستيرولايسين او، بس عارفين مش هتعرف تاكل تاري بسبب البابلز ديت. يعني الليستيرولايسين او بيمنع الماكروفيجز انها تاكل تاري. نيجي على تاني حاجه، تاري راكب روكت وايه بيطير، محدش لحقه، حتى الماكروفيجز بتقعد تجري حواليه كده. الروكت دوت بيرمز الى ان الليستيريا مونوسايتوجينز عندها حاجه اسمها اكتين روكتس. الاكتين روكتس هي بتساعدها تبروبل وتبقى فيري هايلي موتايل اند فيري هايلي موبايل. طيب دلوقتي احنا فاضل لنا اخر حاجه خالص، وهي الباثوجينيسيس بتاع الديزيز، ازاي الديزيز بيحصل. طيب تعالوا نتكلم بقى واحده واحده كده. ايه ده؟ دي المذر شيب ودي البيبي الصغير. شايفين الالين الصغنطوط دوت؟ ايوه هو ده الالين دوت. ده هنعتبره بيبي الين،
وبصه ماسك يا عيني في السبيس شيب وخلاص بيقع. فده اول حاجه في الديزيزز اللي بتعملها الليستيريا مونوسايتوجينس از ابورشن او بريماتور ليبر، عشان كده الالين يا عيني لسه صغنن وهيقع خلاص من السبيس شيب اهو. ده اول ديزيز. تاني ديزيز عندنا نبص ايه ده، ايوه اهم، ايه ده، دول تو الينز، ايه ده، ده مغطيين راسهم بكيس، شكلهم تعبان ومطلعين لسانهم. طب بصوا احنا عندنا الين كبير والين صغير، يبقى معنى كده عندنا نيونيت وعندنا ادلت. طيب ده الباج اللي فوق راسهم ديت هتريفير لايه، مننجايتس. تمام، باعتبار ان المننجيز بتكفر البرين، فانا اعتبر ان الباج دي سيمبوليزم للمننجيز، وان هم تعبانين فعندهم مننجايتس. تمام، والاثنين الينز هم مغطيين راسهم، فالاثنين عندهم مننجايتس، النيونيت والادلت. نيجي تاني حاجه بقى، زي ما احنا شايفين الادلت الكبير دوت جسمه كله 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 مليان بكتيريا، يبقى عنده ايه، سبتيسيميا. ولو ركزنا شويه بصوا في الارتري هنلاقي مين، ايه ده، ده تاري 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 موجود في كل حته، معنى كده ان هو يبقى الادلت الين عنده سبتيسيميا. تمام، اخر حاجة بقى في الديزيز اللي هنتكلم عليها وهي مهمة جدا جدا جدا، هي الفود بويزنينج. دلوقتي احنا عندنا شايفين الجرين ايليان اللي قاعد جوه السجن دوت، بصوا هو ملولو كده عامل زي السمول انتستين، فدي فعلا ده مكان الاستيريا. الاستيريا بتحب تمولتبلاي وجرو جوه السمول انتستين، قاعد بيعيط بيعيط، ايه دي المية دي، ايه دي المية دي، المية دي ريفيرز تو ووتري دايريا. تمام. بعد كده الانكيوبيشن بيريد بتاعتها، طب نفتكر كلمه انكيوبيشن بيريد ازاي، شايفين شكل الكيوب. تمام، طب المفتاح بتاع الجيل شكله عامل زي ايه، ده 8 to 48، يعني ايه، يعني الانكيوبيشن بيريد بتاعتنا من 8 ل 48 hours. طيب ناقص ايه تاني، ناقص ايه تاني، عرفنا الديزيز. في حاجه مهمه جدا 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 جدا، ان تاري او الاستيريا مونوسايتوجينز بتقدر تريزيست السن لايت والكولد تمبرتشر. لو فاكرين زي ما قلنا في الاول ان تاري كان لابس كوفيه بيكوز هي بريفيرز تو جرو او تو جو اوت في كولد تمبرتشر. تمام، اخر حاجه فاضلنا ان احنا نعرف التريتمنت بتاعنا ايه. التريتمنت بتاعنا بسيط جدا 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 في الامبول اللي قدامنا دوت. اي شكل ايه امبول، امبول ام بي سيلين، سيلين ديون كلنا عارفينها طبعا، شايفين السلم الموسيقي اللي فوق الامبول دوت، نفتكر منها بقى ام بي سيلين. بس كده يا رب نكون قدرنا نفكوا دي الاستيريا مونوسايتوجينز بطريقه السيمبوليك مايند مابينج من دكتور سمارت. يا رب تكونوا استفدتوا، شكرا ليكم، سلام عليكم.